بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة كل متابعينا. هواي تسألونا على ماطورات يا نوعية زينة مال مبردة. بصراحة جبنا ماطور من علامة الضياء اللي محله صاير خلف المصرف الصناعي. دائما نجيب من عندنا نماذج حتى نفحصها ونقول للناس يعني هذا الماطور زين ولا صراحة على المفاتحة خلت منه عينة واتفقت وياه بأنه أشيكها. بصراحة ضايف للمسات كلش حلوة. اللمسة الأولى هذا فيشر، والماطور طالع من عدة فيشر، لاحظ بحيث الفيشة ما تقبل غلط، تجي تلبسها هالشكل وتشغلها زين عيني. هنا ما يقبل غلط، عندك طرف كهرباء وطرف كهرباء الثاني والواتر بام، يعني ما يقبل غلط. هذا الماطور ربع حصان يسحب 2 امبير العالي زين عيني. هسه راح نشوفه ونشوف امكانياته. اول شيء راح نفتح نشوف المكثف مالته. المكثف مالته تلاحظ طبعا قاعده منه وبي تجي كامله مكمله. خلينا نشوف المكثفات، هي راح تدل على انه جيت السي مالته صح لو غلط. انا ما فاتحه بصراحه اول مره، راح افتحها حتى نختبر العينه هاي نشوفها زينه لو لا. هنا عندنا المكثف الاول 7 مايكروفاراد، المكثف الثاني 12 مايكروفاراد. هسه راح نشوف هذا المكثف هل هو قدرته حقيقيه او كاذبه حتى نتاكد بان المكثف 12 ولا لا. هنا راح نشوف المكثف ايش قد بالقراءه مالته 12، لاحظ 11.90 يعني 12. اذا هذا الماطور قدرته حقيقيه لانه المكثف 12. راح نشوف الواير مالته منين والتسليك مالته وكل الخيارات الاخرى طول المجرى مالته، ونشوف شكو مواصفات اخرى موجوده به. طبعا راح نفتح منها من القفايز. طبعا هاي ملاحظه مهمه، هواي ناس يجيبون الماطورات هو القاعده غلط، لا تجيبونه، افتح القفايز مالته وطلع الماطور وجيب لنا اياه حتى نفحص لك اياه. فمن الخطا ان تفتحه هو القاعده مالته. هسه بعد ما فتحناه راح نفتح من هنايا ونشوف. هنا بعد ما فتحناه بصراحه طول المجرى مالته 3 و9 4 الا خط زين عيني، يعني طول المجرى كل زين اكثر من المعتاد. نجي على القطر مالته، خلينا نقيس القطر مالته. القطر مالته 9 و3 بالعشرة كقطر كطول مجرى بصراحه كل زين. نجي خلينا نشوف الملفات مالته نحاس لو لا. راح نجي نقشط الملفات، الملف طبعا نحاس 100% اصفر، اللف مالته مضبوط 100%. بصراحه الماطور عزمه كلش قوي وملفه مضبوط 100%. المكثف مالته عالي 12، معناته السلك مالته خشن ملفوف اما 25 او 24. بصراحه ما اقدر افتح عليه حرامات يعني جديد بعد الماطور، بس ككتلة كثقل كلش اوكي زين عيني. الماطور بصراحة كنوعية انصحكم به، كمواصفات كل زينة، كطول مجرى عالي، والبرناتة 6203 تشوفونها ضخمة الى درجة، ميكانيك مالته حلو وكامل المواصفات. بصراحة احنا نرحب باي شركة تريد تعرض انتاجها نفتحها نشوف المواصفات حتى ما نغش المواطن. وبصراحة هاي الماركة كلش حلوة، أتمنى تشترون من عندها أو تشوفونها وتجربوها زين. وبصراحة صاحب المحل قال لحد الآن ما رجعت لي ولا قطعة. الماطور جيد جدا وممتاز، أتمنى لكم التوفيق وأتمنى التوفيق لصاحب الورشة اللي دا يجيب هاي البضاعة. تحياتنا لكم وشكرا جزيلا.